عطيني الرقم تليفون ديالك. 6 18 بلاتي. تسعين. تسعين. أربعين. أحداش. إذا تحية طيبة متتبعي قناة شوف تبي، مرحبا بكم من جديد، ودائما كنتواجد معكم مباشرة من قلب منطقة العراقي. اليوم معنا هاد الزوج والزوجة ديالو، عندهم جوج الوليدات، جوج بنيات ما شاء الله، الله يخليهم لكم. الزوج كان كيخدم بالناي، الزوجة ربت بيت. كيقول انا ما بقيتش كنقدر حتى نشوف، انا الا ما خدمتش باش غادي نصرف على وليداتي، ولا كيفكر لدرجه انه يهرب من الاسره ديالو، ماشي الخاطره، ولكن يعني ما بقاش قادر يشوف وليداتو جعانين. مرحبا بك خويا. انت شي كنت كنخدم في التلفزيون و غادي كنخدم و غادي كنشوف، والله غير الله من المحسنين يعاونوني. المصاري وارد عليا بزاف، ما عيش باش نعيش، جمعت المصاري الضو ديال الماء، بعد بكرة انا ما العائلة، ما جاتكم بخير معاونو. واخا عاود لينا سيدي، تبارك الله كنتي بدراعك، كنتي كتخدم. كنت كنخدم، كنت ما بقيتش كنخدم. علاش مابقيتش قادر تخدم اولا لاقي خدمه؟ الخدمه الصحه ديالي قلات وليد، وبغيت نضرب على راسي، كندوخ وشويه فيا. كنتي كتشوف اسيدي لزياده؟ مابقيتيش كتشوف مزيان. عندي 7 سنس اللي بقى عندي دابا حاليا، شو دابا باش بقى طلوع العالم. واخا عندك سبع يجي ما كنلقاوش باش نشريو العيد، العيد الكبير، العيد الكبير ولا رمضان، بحال بحال. غير الناس المصريين اللي كيعاونوني، الله يجازيهم بخير. فاش بغيتي تخدم اسيدي؟ فاش كتمنى تلقى خدمه؟ شنو كتعرف دير؟ بقات شي بيعه وشريه ولا شي حاجه. عطيني الزوجه ديالك الميكرو، وجاتك بخير. السلام عليكم الشريفه. عليكم السلام علينا. كنشوفكم محنة شيل الهم. احنا اش غنقول لك، انا مريضه فاتحه 4 الفتحات، وعندي دابا فضاق، وعندي جوج